صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بأن النيابة كانت قد أسندت إلى المتهم عبد الحميد عباس حسين دشتي الكويتي الجنسية تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، وأحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ، وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر من العام الماضي. وللحديث حول هذا الموضوع معنا المحامي العام وائل بوعلاي. مساء الخير أستاذ، ما هو موضوع القضية التي تهم فيها عبد الحميد دشتي؟ نعم، تلقت نيابة العامة بلاغا من وزارة الداخلية، ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المحكوم عليه عبد الحميد دشتي والمعروف عنه معاداته لمملكة البحرين يجمع أموالا ويسلمها إلى أشخاص معينين من أجل توصيلها إلى المطلوبين أمنيا في قضايا ماسة بأمن الدولة والنظام العام. وطبعا ثبت صحة هذه المعلومات للنيابة العامة بالأدلة اليقينية من شهادة الشهود وأقوال بعض المتهمين وكذلك الأدلة الفنية الأخرى، وبالتالي أسندت إليه تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع المال لغير الأغراض العامة وفق قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة البحرينيين. وأحالته بعد ذلك ومتهمان آخران إلى المحاكم الجنائية، وقد صدر عليه هذا الحكم وهو سنتين مع النفاذ بعد أن أدانته المحكمة. نعم أستاذ، كيف سيتم تنفيذ هذا الحكم ومن المعلوم أنه يعني متواجد خارج المملكة وهو غير بحريني؟ طبعا يجب أن أوضح بداية أن من بين اختصاصات النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجنائية، ومن هذا المنطلق بادرت النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها نحو تنفيذ هذا الحكم. ولأن المحكوم عليه غير متواجد في المملكة، فقد قامت النيابة بمخاطبة السلطات المختصة بدولة الكويت الشقيقة للقيام بإعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، وهذه طبعا خطوة أولى باتجاه تنفيذ هذا الحكم. نعم، ما الذي سيحدث بعد هذه الخطوة؟ يعني بعد إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده؟ نعم، احنا أولا نحن ما زلنا بانتظار ورود ما يفيد إعلان المحكوم عليه من السلطات الكويتية، وبمجرد أن يرد هذا الإعلان وفوات مواعيد الطعن على الحكم يصبح الحكم نهائي بحقه، وعندئذ ستسير النيابة العامة في إجراءاتها نحو تنفيذ هذا الحكم، وستصدر أمرا بالقبض عليه وراح تعممه دوليا عن طريق الانتربول أي الشرطة الدولية. وبمجرد القبض عليه في أي بلد إن كان سيجلب إلى مملكة البحرين لقضاء مدة العقوبة المقضي بها عليه، وذلك تحقيقا طبعا للعدالة. نعم، شكرا أستاذ وائل بوعلاي المحامي العام، شكرا لك.